مواصلة للمسيرة التي جرت يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة، قدم اليوم مجموعة طلابية إلى ساحة القصبة ليطالبوا برحيل الحكومة خلفا لما جاء في كلمة العريض ليلة البارحة. تلاميذ وطلبة يشكلون العشرات نصبوا خيمة الرحيل بالقصبة لتكون مقرا لهم للضغط على رئاسة الحكومة. شوفوا كلمة العريض معناها اليوم في شنو، معناها شنو الانعكاسات بتاعها؟ الناس في الشارع، الطلبة والشباب أساسا، معناها في فما برشا إضرابات معناها صارت، تم تعليق الدروس في أكثر من جزء جامعي، والتحقوا معناها طلبة معناها بساحة القصبة. نحن الاعتصام هذايا مشاركين فيه معناها كطلبة وكشباب، وداعمينه كما كنا داعمين اعتصام باردو، مازلنا باش نبقاو شادين صحيح الى حين رحيل الحكومه هذه، على خاطر راهو علي العريض كما معناها حكى البارح يستهزئ بالرسمي بالذكاء نتاع التوانسه، وماشي في باله معناها التوانسه ما يفهموش ومش باش يفهموا معناها الكلام اللي حكاه هو، وباش يعديها عليهم. لكن نحن نقولوا له راهو نحن ما تعدتش علينا، وفهمنا بالضبط شنو حبيت تقول وشنو ما حبيتش تقول وعلى شنو حبيت تلعب بالضبط، والاجابه هاي موجوده على عين المكان. نحن اليوم هذا الاعتصام معناها موجود قدام معناها رئيس الحكومه، باش يبقى متواصل الى حين رحيل الحكومه هذه. نحن من موقعنا في الاتحاد العامي طلبة تونس نطالب باسقاط الحكومه هذه اسقاط فوري، ونعتبر انه الحوار الوطني لا سبيل اليه لاسقاط الحكومه، ونحن في جب كمان ندعو في لجبهة انقاذ الالتحاق بالاعتصام وعدم الالتحاق بالحوار الوطني الا بعد اسقاط الحكومه. الشعب التونسي ما عادش يتحمل، وندعو كافه يعني القوى الحيه في البلاد هذه والسياسيين الشرفاء، وتحيه الى التلامذه الحركه التلمذيه والحركه الطلابيه اللي متواجدين لهنا، تحيه الى كل تلميذ جاء، وهذه سابقه في تونس انه ابن التلميذ اللي درسناه انه اليوم وقت اللي لاحظ امس انه يحضر اول الواصلين الى ساحه محمد علي ويدخل اول الوافدين كانوا التلامذه، هذا يعني يبشر بانه مستقبل تونس بخير ان شاء الله ضد هذه القوى الظلاميه التي تقبع في هذا القصر الذي حررنا منه ديكتاتور. اجواء ممزوجه بالاحتفال والحزن في اول يوم حداد على شهداء الوطن من الراس الوطني، رافقها حضور امني مكثف. التصريح نتاع سي علي العريض كان مبهما غامضا، واعاد وكرر ما يقوله في السابق، ما فهمناش اش معناها تلازم المسارات، مرتبط المسار الدستوري والمسار الحكومي، احنا بالطبع كل شيء مرتبط، ولكن مبادرة الربيعي واضحة، في 3 أسابيع حكومة جديدة، في 4 أسابيع دستور، احنا طالبين سي علي العريض وحكومته أن تكون واضحة في هذه المسألة. على كل حال احنا متمسكين بالحوار ونحبوه ينجح، وعلى أساس الوضوح سيدة حسين العباسي يقول أنه اليوم باش يجري مشاورات مع سيد رئيس الحكومة لمزيد التوضيح، ما يسالش حتى كان هو يكون واضح واحنا نقولوا مبهم، يا سيدي وضح لنا، ما يسالش وضح للشعب التونسي، وضح لهالشباب اللي اليوم في القصبة قالوا لا مش واضح، ما نعرفوش يا حكومة وقتاش ماشية، رانا تعبنا، فطالبين سي علي العريض أن يوضح المسألة هذه على أساس التوضيح. النواب المساحبين يعودون مباشرة للمجلس الوطني التأسيسي، نغير القانون نتاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أسبوع تكون عندنا هيئة عليا مستقلة للانتخابات، نحدد التاريخ نتاع الانتخابات بعد 6 إلى 8 أشهر، وفي ظرف 4 أسابيع ننهي الدستور. تونس كلها بشبابها اللي تروا فيه اليوم، بأطرافها السياسية المختلفة تتوافق، هي واحدة لأجل إنقاذ تونس. بعض أطراف الحوار الوطني يرون أنه لا جدوى من المضي ومواصلة الحوار إلا باستقالة الحكومة. احتلال الشارع هو الحل لإنهاء هذه المرحلة.